لي انه كان متزوج على مرته هون كان اوكي، وبيحكي لي انه ان شاء الله يبعث لك ابن الحلال. قلت له ان شاء الله. قال لي شو رايك نجي نستهبل ونعتبر حالنا مش اخوه ونعملها انه نتزوج. ما ضلتني مش قايله لاهلي، بس انه عارف انه هدول اخوتي بس مش قايله لاهلي. ومستغرب طب انه ليه، وطبعا الاسئله كلها بتدور براسي، ليه ما عم نحكي، ليه ما كذا، طب ليه ما عم يجوا عنا على البيت، ليه امه ما بتسلم علي، مين هاي، كيف، ليش صار كل هيدا القصص. فجاه اوت اوف نوير اجتني حمى ما بتنزل لمده اسبوع. قعدت بالمستشفى اسبوع، بعدها باسبوع توفت تيتا، كمان ما كنت منيحه. مرقوا شهرين على خير، رجع الشهر الثالث بابا فجاه قل وزنه وتغيرت ملامحه كتير كليا، فجاه راح المستشفى بيك معه كانسر. حالة عائلية معقدة عاشتها رندا وعم بتعيش تبعاتها بكل لحظة من حياتها. رندا اسم مستعار لصبية شاركتنا قصة صارت معها، بناء على طلب منها عدلنا الصوت أيضا كونها القصة امتدت بتأثيرها على حياة رندا من الطفولة لليوم. كنت مفكرة بالبداية رح تخبرني عن السبب يلي خلاها تتأخر سنة بتسجيلها بالجامعة، لكن لما بديت تخبرني عرفت معلومات صادمة الحقيقة ما كنت متوقعتها أبداً عن حياتها. خلتني إلا بعد ما حكيت لي كل شي تقريباً، خلتني إلا أنتي جبل، جبل تحمل كتير حمل. يعني أنا فتت الجامعة مأخر، اتأخرت فصل عن الجامعة لأنه حدا كتير قريب سرق الباسبور ورق الرسمية، ما قدرت تسجل لأنه هذا الشخص كان بيعرف كتير منيح قديش هالموضوع حساس، واستغل موضوع أنه رأي بدها كانت جديد بسهولة بصير بظرف أيام، يعني استغل هذا الموضوع لعب عليه هيك. وانت ما بتخوني للقريب مفروض يعني، وما بتتوقع انه في هيك نوايا لا غريب ولا قريب، انه ليش الشخص بده اخر شيء ما تفوتي تعليم، هيدا بالاخير تكملي مسيرتك تعليميه ما بتتخيلي. فاستغل هذا الموضوع خفاهن. طبعا الاجراءات انك تطلعي بدل فاقد هالقصص بتاخذ وقت كتير طويل، وهيدا اللي صار، اخذت وقت كتير طويل وفعلا ما دخلت الجامعه اللي انا بدي اياها ولا بالوقت اللي انا بدي اياه. أكيد كانت نفسيتي مدمرة، إنه هذا كان طموح بالنسبة لي أنا، يعني عم حارب عم روح المدرسة كل يوم وجيب علامات وجيب نسبة معدل تطلع لي منحة بهيدا المطرح، لأنه مش بسهولة أي حدا بفوت عليه. وفتت دورات معتمدة هون بالدولة، وكنت متميزة دائما بمسيرتي المدرسية وحتى بالدورات هاي، يجي آخر شي هيك يعرق لي طموحي وأقعد بالبيت، يعني شغفي هيك مثل عملتي لي بوز، أنا عم بمشي 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 فجأة عملتي لي بوز. وكان مدة قديه فصل كامل، يعني شي 4-5 شهور قاعدة بس بالبيت وما بتعرفي انه طب شو حيصير. وجامعة هاي خلص ما عاد فيك تفوتي، بدك تفوتي جامعة تانية، وكمان فتت جامعة تانية مش يعني قعدت فيها سنة كم من سنة بمدينتي، بعدين طرت روح مدينة تانية لانه تخصصي مش موجود فيها، يعني كمان هون عانيت، قعدت بعيدة عن اهلي شي سنة تقريبا بس لأدرس هيدا التخصص اللي انا بدي اياه، مش موجود بمطرح ما انا عايشة. فكان المعاناة كانت هيك دبل اذا فيك تقولي. طيب شو عملت رندا وكيف تصرفت مع هذا الشخص لما كشفته؟ ما بنعمل شيء مع هيك اشخاص، الله يعني كارما، عرفتي انه يعني هذا الشخص الاخير كمان هو عنده عائله وعنده ناس، واكيد هو عنده طموح وعنده حياه خاصه فيه، اكيد ما بتمنى الشر لحدا، بس يعني الله موجود وانت بس تقولي يعني حسبي الله ونعم الوكيل، هو بيعمل، انا شو بدي اعمل له، بدي عشان اذا ارجع اذيه، يمكن اذيه يمكن لا، يمكن هو بياثر في الشيء اللي انا بفكر اذيه فيه يمكن لا، هو نجح انه يمكن ياذيني بس الله عوضني. ف هو الله بقى بيتولى، يعني ومتأكدة انه عم بيتولى او رح يتولى بيوم، بس انه انا ما بحكي معه. الكارما عبارة عن مصطلح يقصد فيه القوة التي تنتج عن تصرفات الشخص سواء كانت خير او شر، بتأثر على مستقبله بحياته، كما ينظر اليها على ان الطريقة اللي تتم من خلالها معاقبة الفرد او مكافأته على اعماله السابقة السيئة بمثلها والجيدة بمثلها ايضا، هيك يعتقد البعض. في اشياء تاثيرها بيكون لحظي وقتي، وفي اشياء بتضل مستمره للاسف، ومش يعني واشياء بتكون بايدك واشياء مش بايدك. الشيء يمكن اللي صاير بحياتي من فتره، يمكن من اول ما بلشت شغل
طبعا في شوفي في ناس بيأمنوا بقصة حسد وما حسد وهيك، انا بآمن فيها بس ما بحطه بنطاق هذا الموضوع اللي عم بيصير معي. بس في ناس قراب قالوا لي انت انحسدتي لانك اشتغلتي دغري بسرعه تخرجتي واشتغلتي وهيك، بس ما خص انا بقول كله بيد الله، يعني مش مقتنعه بهالفكره بهذا الموقف. هيك انا اول ما اشتغلت شهر، الشهر الثاني تعبت قعدت بالمستشفى اسبوع، فجاه اوت اوف نوير اجتني حمى ما بتنزل لمده اسبوع، قعدت بالمستشفى اسبوع، بعدها باسبوع توفت تيتا كمان ما كنت منيحه. مرقوا شهرين على خير، رجع الشهر الثالث بابا فجاه قل وزنه وتغيرت ملامحه كتير كليا، فجاه راح المستشفى بيك معه كانسر. معه كانسر بمرحله متاخره للاسف، ولانه مرض خبيث ما كنا مكتشفين قبل، وعمره كبير، قوة جسمه البدنية وهيك ما بتسمح انه ينعمل دغري عملية، وهو لازم عملية بحالته، ما بينفع كيمو مثلا ببداية او شيء. هلا انا عايش بعيد عن اهلي، انا عايش بمدينة واهلي عايشين بمدينة تانية، هذا كمان شيء كان كتير صعب بالنسبة لي. هيدا كل الاشياء هاي اللي صارت مثل يعني كيف مطبات صارت ببداية الطريقة. بعرف انه في بتعثروا عالم ببداياتهم وهيك، بس يمكن بينطق المجال نفسه. انا لا، عم تصير معي عوامل خارجية، الحمد لله الشغل شوي عم يتفهم، بس عم قلك انا عم بيأثر علي هيدا الشيء انه انا عم ضلني مشتتة. طلع من المستشفى بعد فترة، هلا هو رجع وبسبب مشاكل نفس الشخص اللي انا ذكرت لك انه اثر بحياتي بالاول وعرقلني بدخول الجامعة، مشاكله هو وناس قراب تانيين مستمرة لحتى واصل موضوع بابا لدرجة انه للأسف وراءه هون منتية. فحتى مسألة العلاج هلا معرقلة بسببهم بشكل او باخر، بشكل مباشر او بشكل انه مشكلة قديمة تراتبية، هيدا الشيء عم بيأثر عليه كتير. كنت مفكرة هالشخص يلي عم يأذيهن قريب من درجة تانية، يعني عمي، خالي، بنت عمي، ابن خالي، لكن هالحدا طلع خيي من بابا، يعني والدته غير والدتي، كان يعني بابا متزوج وحدة قبلها ابنه، وبابا بسبب مشاكل مع والدته لهيدا الشخص يلي هو مفروض انه خيي انفصلوا وسافر ترك البلد، ووالدته منعت انه بابا يوصل للولاد، ربيوا الأولاد على حقد وغل لدرجة أنه هلأ هني فاكرين أنه أنا البنت المدلة على مغنى جيك، وأنا يمكن عشت حياة أصعب منهم، وبعرف كتير هني كيف عاشوا، أنا عشت حياة أصعب منهم، أنا بعرف هذا الشيء منيح، بس أمي ما ربتني أنه أنا أكرههم. وأنا رحت فتشت عليهم، أنا ما كنت بعرف أخوتي، يعني أنا فتشت عليهم بعمر 12-13 سنة، بس بلشت أكتشف فيسبوك والسوشيال ميديا، يعني أنا فتشت عليهم، أنا وصلت لهم وكنت مبسوطة فيهم كتير، بس بفكر انه انا عايش وماخذ حلاله، يعني مثل ما بيقولوا بالعامي، عمل كل هيدا الشيء. وفي كتير ادرى، في كتير ناس كمان بتدخل بهذا الموضوع بس للاذى، هيدا عرفتي الاذى، بس ما طال بابا طالني انا كمان، يعني ما في انسانيه، ما في مبدا، ما في تفكير. اذا عندك مشكله مع شخص ليش بتمد على الاشخاص الباقي؟ بالاخير في دم، في رحم، في يعني في صله رحم. هاي القصه يعني تداعياتها مستمره بكل تفصيله بتفصيل حياتي، برتاح منها شوي بس اعمل انجازات، بس بترجع بتنط بتعرقلني بوقت الاوقات. والد رندا تزوج مرتين قبل أمها، والتنتين صار في طلاق بينه وبينهم. الزوجة الأولى عنده منها صبي وبنت، والزوجة الثانية عنده منها توأم بنات. عنا أصدقاء عائلة، يعني رفيقتي إيه هلأ في كان بنتين توأم بلعب معهم دائما، اسمه رفقاتي، فجأة بتحكي لي إنه بتعرف إنه هدول إخوتك، فأنا كنت صغيرة إنه آه إخوتي وهيك، بس ما تقولي لأمك، ما تقولي كذا، لأنه أهلي ما قالوا لي. هلأ أهلي ما قالوا لي عن هدول تحديدا، غير هيداك وأخته التانيين، هن أربعة من بابا التوأم، يعني عايشين معي دائما، بنلعب دائما كذا، بس دائما بحس امهم يعني بس تشوفني يعني ما بتسلم، بتحقد كذا هيك، عرفتي ما ضلتني مش قايله لاهلي، بس انه عارفه انه هدول اخوتي بس مش قايله لاهلي. ومستغربه طب انه ليه، وطبعا الاسئله كلها بتدور براسي، ليه ما عم نحكي، ليه ما كذا، طب ليه ما عم يجوا على البيت، ليه امهم ما بتسلم علي، مين هاي، كيف، ليش صار كل هيدا القصص. بعدين اهلي بخبروني، بس كنت بالثانوي يعني ببكالوريا اخر مرحله، امي بتقلي انه فلانه الفلانيه لانه صار موقف ما سلمت وكان كتير اوفيس، بدي اعرف مين هاي البني ادمه بقى اللي عم تعمل معي هيك، بتقلي انه هاي كانت طليقه بابا وهدول اخوتك كذا. يعني انا ما كنت مصدومه كتير، بس المصدومه انه ليش هلا لا اعرف، ليش هلا لا اعرف. عرفت وما في تواصل بيننا كمان، يعني حتى البنتين هذول ما في بيننا اي تواصل، ما انا عايشين بنفس المكان. وهدول البنتين، ده الموضوع اللي انا ذكرته بالاول، دخلوا جامعه من الجامعات اللي انا كان بدي اياهم، الجامعه رقم 2 غير اللي انا كان بدي اياها الرئيسيه، بمنحه كمان دخلوها بس بواسطه، ولانه هن دخلوها ونحن تحت نفس الاسم هن توأم، انا رفض اسمي لانه ما راح ندخل ثلاث بنات لنفس الشخص، يعني ما راح ندخل ثلاث اخوه بجامعه بمنحه حتى لو كانوا متفوقين، مع انه انا نسبتي اعلى منهم كانت، عرفتي. فهذا كمان شيء يعني
خطر لي إلا إنه مبدأ الكارما ممكن يكون عم يتطبق على أبوكي، كونه يمكن أذى بطريقة ما زوجاته السابقات وأطفاله. هلأ أوكي، ما كل اللي قلته يمكن هو غلط، يمكن هو قصر بحقه، يمكن كان بشبابه مستهتر والله يعني ابتلاه، يمكن كفارة الذنوب ما بده يعاقبه مثلا في الآخرة. الحمد لله على كل شيء، اللهم لا اعتراض. يمكن أنا عم يطلع فيني، بس ما بيعاقب الله حدا بحدا هيك يعني. يعني أنا عارف وأنا عارفة حالي إنه أنا عندي طموح وعندي شيء نظيف، شيء مفيد ومنيح، ما عم بأذي في حدا، بالعكس عندي طموح إني بدي أكون مميزة بمجالي، ومجالي ما بيضر لحدا ولا بيضر حالي، بالعكس بيرفع اسم أهلي، بيرفع اسمي، كل شيء تتخيلي منيح. فلا، ما بتوقع الكارما هون. في كارما which is إيه ممكن تكون صايرة مع بابا، وفي شخصية بابا كمان تلعب دور إنه هو آخر فترة لما رجعت أنا حكيت خيي وهيك، بآخر فترة كتير ضايقة وكتير نصب عليه وكتير نصب علينا كلنا يعني وهيك، كتم كتير فمرض. هو فعلا إجته جلطة أصلا قبل وطلع منه، يمكن كمان زادت المشاكل كتم توصل لهون. يمكن شخصية بابا قلت لك عم تلعب دور، أو الكارما، أو شيء ثالث إنه كأنه هيك القدر صدفة. رندا من بعد موقف سرقة الباسبور والأوراق الرسمية جربت تعطي فرصة تانية لأخوها. نفسي، لأنه طيب رجعت قلت لك حكيت معه، بس ما قدرت يعني ما قدرت خبره أنه بابا مريض وهيك، لأنه كان بدي يشوفه. إذا إجا وشاف بابا أنا أعتبر أنه بابا خلص يعني بيقضى عليه أسرع ما بيقضى عليه الكانسر، فما كنت حابة يشوفه وأنا كنت خايفة يشوفه. يعني شخص غير سوي أصلا، بالمرة غير سوي، وصلت لدرجة أنه بيبعت لي تكست مسج قبل ما أعمل له بلوك بفترة، بيقول لي حكى لي أنه كان متزوج على مرته هون كان اوكي، وبيحكي لي انه ان شاء الله يبعث لك ابن الحلال. قلت له ان شاء الله. بيقول لي شو رايك نجي نستهبل ونعتبر حالنا مش اخوه ونعملها انه نتزوج. منه سوي، شخص منه سوي. هذا الشيء اللي حسسني انه انا تفه، انه ما بتستاهل فرصه، ما بتستاهل شيء يعني، ما بتستاهل اصلا تكون بني ادم. انه لا دم ولا لحم بقى بيفرق، ولا حتى تشابه الاسماء اللي بيننا بيفرق ولا شيء بيفرق، انه بس حل اطلع من حياتي. وطلعته من حياتي وعم يعني ليكي هيك اشياء هاي كلها اللي عم اقول لك اياها بشعه وكذا، وطلعت ناس هاي من حياتي، بس بتضل جواتك انت الوحيده اللي بتضل هي جواتك القصص. كل موقف بيصير بتسترجع هيدا، كل هاي الدائره بترجع تبرم براسك، بتشوفين بكل موقف. بس انا كل ما اشوفهم بكل موقف بعند اكثر، انه لا بدي اوصل وبدي اعمل لحالي اسم وبدي اكون شغله نظيفه، ما لي بهاي القصص كلها وما لي بهذا التلوث كله، ما لي يعني ما بدي هيدا ياثر علي او يقفني او انه يعيقني. سالت لرندا بعد كل شيء سمعته وعرفته، سألت عن علاقتها بأبوها ومشاعرها تجاهه من لما كانت طفلة لليوم. أنا ما كنت أحبه، أنا كنت وأنا صغيرة دائما أشوفه أنه ظالمني مثلاً وظالم أمي وبقصص كتير تانية غير هاي قصص العائلة اللي أعملك إياها. ما كنت أبداً أحبه، وكنت دائما أروح عند ماما وقال له بابا مش منيح وليش ما بتطلق إذا، كنت دائما أروح إلا هيك لحد ما وصلت للمدرسة وأنا بقول هيك. بس رحت عشت سنة بعيدة عنه، اكتشفت إنه هو هاي قصته متراكمة وأصلاً عائلته، وتفهمت صارت شخصيتي هون وقتها إنه أهله أثر عليه، حياته أثرت عليه، الدنيا أثرت عليه. بس اكتشفت بمواقف كتير بسيطة حتى أنه كتير بابا بيحبني لو شو ما كان. لو كان قتلني مبارح وعرفت اليوم أنه معه هيدا المرض، خلص يعني أنا معك هلأ، ما بدي بقى منك شيء. لما كان بدي منك شيء ما قدرت تقدم لي يا زمان، مش مشكلة قطع زمان، ولكن أنا وصلت هون، المهم أني وصلت. إذا قادر أنت تحب شخص خلص رح تحبه من الله، وإذا مش قادر تحبه ما رح تحبه من الله. يعني كان منيح معك أو مش منيح، كتير كان له قصص، كتير له قصص منيحة بغض النظر. وصرت تحبه، وصرت انه اقول انه هي الدنيا هي هيك. كيف هالوضع العائلي المعقد اثر على نفسية رندا وكيف صقل شخصيتها؟ شخصيتي ما اجت من فراغ هيك. هلا في عالم ما بتعرفي بتقول هي كتير جامده او هي كتير مش عارفه شو، بس انا شخصيتي بعدها عم تتغير. هاي التراكمات كلها يا كانت خلتني شخصيه ضعيفه بتتمرجح، وانا هيك يعني بغلط. يعني كل انسان بيغلط، كل انسان مرات بيعمل قصص من تنفيذ طاقه، بس هاي القصص كلها التراكمات كلها عم اقول لك ليش دائما بشوف خيري هيك، لانه هي اللي عم تدفعني لقدام. بحس لو هذا كله مش موجود بحياتي طبيعيه انا كنت يمكن بوقف في مكاني، ما تحركت، ما كان عندي طموح اكسر راس هيدا تعبيريا يعني، او انه اتحدى هيدا الشخص او هيدا الشيء، مش كشخصه لا شخصه، بس لا انه انت مش عم تحسسني بقيمه حالي، لا انا عندي قيمه، انا صغيره، انا ربيت لحالي عند اهلي، انا ظروفي صعبه بكذا او بكذا او بكذا. ما بحب
حدا يتطلع علي بنظرة دونية شو ما كان، سواء على سبيل المعيشة، الأكاديمي، الشغل، ما بحب أبدا حيرتين هاي النظرة. فهيدا الشيء الوحيد يمكن اللي بيخليني دائما أنه لا، ضلك قوية، اعرفي إمتى تضعفي قد ما فيكي، واعرفي إمتى أنه خلص. حبيت أعرف من رندا ليش والدتها تزوجت أبوها وهو عنده كل هالمشاكل العائلية، بمعنى ليش تفوت هالفوتة. اختصرت بالإجابة بأنه والدتها كانت كمان عندها ظروف خاصة ومشاكل من نوع ما خلتها تختار هذا الزواج. كتير قصص تحملتها وكتير هيك، بس ما بتبين ضعفها لحدا. أنا طالع على ماما بهيدا الشي، ويمكن تعلمت منها هيدا الشي. بتضلك قوية، أهم شي كرامتك، أهم شي حتى لو غلطتي، ما حدا يتعدى على كرامتك أو على شخصك أنت. ما تجيبي حكي لحالك قد ما فيكي، بس يعني الناس بالأخير بتجي وبتروح، وهي الدنيا هيك مواقف وهيك، وكله بيمرق بالأخير. شو رأيكم؟ كيف كنتوا رح تتصرفوا لو كنتوا مكان رندا؟ كيف كنتوا رح تواجهوا كل هالتعقيدات وهالتحديات يلي مرقت بحياتها؟ شاركونا بالتعليقات وتواصلوا معنا عبر الواتساب على الرقم 00971568531592 لتكونوا أنتوا معنا بالحلقات القادمة من بودكاست صارت معي. لوقتها ضلوا بخير، واسمعونا دائما من خلال موقعنا الان.fm، كل منصات البودكاست، الساوند كلاود، وتطبيقي ديزر وأنغامي. بالإعداد والتقديم كنت معكم أنا مها فطوم. إلى اللقاء. بودكاست صارت معي مع مها فطوم على راديو الآن.